كالعادة برنامج من بيروت بحاول دايما يخبركم عن آخر التطورات الموجودة على الساحة الفنية. كمل هيك كاميرا برنامج من بيروت انتقلت هيدي المرة لمنطقة سور بجنوب لبنان، وأكيد في كتير أشخاص عم بيتساءلوا عن السبب. بكل بساطة لأنه حاولنا ناخد كواليس تصوير العمل الجديد للفنان المصري أبو يلي حمل عنوان عيش يا قلبي، وحرص أنه يصوروا بلبنان لمدة يومين متتاليين تحت إدارة المخرج المبدع فادي حداد. وطبعا بداية طلبنا من أبو يخبرنا عن هذا العمل الجديد، فشوفوا شو قالنا. مبسوط انك معايا النهارده. احنا النهارده في البيهايند ذا سين بتاع اغنيه اسمها عيش يا قلبي. اخترت ان اجي اصورها في لبنان عشقا في هذا البلد العظيم وفي الشعب اللي بموت فيه. عيش يا قلبي هي كلماتي، الحان الملحن مينو. الكليب هنصوره في الجنوب دوت، اخراج المبدع فادي حداد ومشاركة فنانين لبنانيين. حظي الحمد لله ورزقي ان انا يقع في رحلتي في عيش قلبي ان انا اقابل العظيم رفيق علي احمد، اللي شرفت ان بقت تطورت بينا علاقة صداقة جدا. هو ساعدني كتير قوي في التفكير في الحدوتة بتاعت الاغنية، وجات المبدع فادي حداد طلع حاجة. يعني احنا خلاص بنصور اليوم اخر اليوم يعني التاني، وبمشاركه الرائعه فاليري ابو شقره، ففرحان ان انا جاي هنا اهو. الاغنيه دي فعلا اخدتني 5 شهور تجهيز في الاوديو، من توزيعات وبنسافر وبنسجل حاجات بره وهنرجع عشان نطلعها من قلبي يعني، وان شاء الله تنال اعجابكم. وطبعا حرصنا نسال المخرج فادي حداد شو هي الصوره راح نشوف فيها الفنان ابو، فشوفوا شو قال. حاضرين عمل كتير حلو، أغنية كتير حلوة وهيك تعبت فيها كتير. هيدا العمل بالذات تعبني كتير، لوكيشنز بعيدة، رخص كتير، فيه مسؤولية كبيرة. غنية بتعقد. أبو بالنتيجة صديق، ومحمد جابر صديق، وكلنا اشتغلنا مثل أخوة فيه، وقلنا الشرف كمان يكون معنا رفيق علي أحمد وفاليري كمان بيعطوا بوش هيك للعمل حلو. ما شلته من توبه كتير، بيلبق له يعني، هو حتشوفيه هو اذا قاعده معه بتشوفيه هو. انا ما بحب غير كثير اوقات، يعني بحب شخصيه تطلع مثل ما هي، وبالعكس بتصدقيها اكثر. ما حبيت غير فيه كثير، بالعكس عفوي، قريب من الناس كثير، عم بغني كل وقت مبسوط بفرح. الكليب فيه بوزيتيفيتي كثير، وفيه فرح كثير، وفيه ناس كثير، وفيه ما فيه زعل ابدا، وفيه ستوري، وفيه قصه، وفيه هيك ابداعات بالصوره. صورناه انامورفيك لينسز كمان بيعطوا بواتيك سينما، لوكيشنز ما يعني نصها ما تصورت فيها قبل، بانجلز جديده، بالوان جديده. حضرنا له كثير، وان شاء الله يا رب النتيجه الجمهور بيقرب. واكيد حشريتنا دفعتنا نسال الممثل اللبناني رفيق علي احمد ليش وافق على هيدي المشاركه بالعمل، بخاصه انه هيدا اول مشاركه له بفيديو كليب، فشوفوا كمان شو خبرنا. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، هذا سؤال هلا. ما هيدا اللي كان انا كنت اتردد انه بعد ما حكي معي ابو انه انا افوت بالكليب، فكان انه المفاجاه انه خي شو دخلني انا بالكليبات، منين لوين خطر براسه هذا الشاب الجميل انه المتميز باغاني، انه شو طلع براسه اجا من مصر قال بدي رفيق علي احمد. كيف انا عك بس خبرنا كيف انا ما بعرفه. اجا صديق مشترك قال لي ابو بده يتعرف عليك، قلت له اخي شو بده مني، قال لي ماشي ماشي حابب انه يشوفك وهو كذا بتعرف عليك. هلا انا يعني انبسطت انه نجم زي ابو حابب يتعرف علي، عرفت شو، ومصري، وانا مش نجم بمفهوم الاستهلاك التجاري. فاجا وقعدنا وحكينا ولا انا يعني ما كنت شايفه لابو على اساس انه مثله مثل هول المطربين اللي بيغنوا اغاني كلها بتشبه بعضها والحان بتشبه بعضها، وهذا واغاني اذا بدك يعني الكليبات تبعيتها يصح فيها شعار وطي الصوت وعلي الصوره اذا بدك، يعني عرفت لما تتضمن هاي الكليبات من اشياء واشياء. لما بعد ما قعدت انا وابو مره واثنين وثلاثه واربعه ووجدت انه هذا الرجل يعني يحمل هم انساني جواته، ويعني انه هو اللي بيكتب اغاني لانه بتطلع نابعه من احاسيسه ومن مشاعره، الى جانب انه بيتوجه فيها لشباب جيله
للشباب اذا بدك بشكل عام. ولما سمعني الاغنيه وشفت التام انه الحلم وتحقيق الاحلام والقتال والمناضله والتضحيه من اجل الحلم، وهذا شيء يتوافق معي انا بحياتي كمان، انه مسرحي بتوجه فيه للناس، بحكي حكاياتهم، بحكي قضاياهم، بعبر عن مشاعرهم، بعبر عن مشاكلهم، بضحكهم، ببكيهم، عندي هم. هلا ابو كذلك الامر من خلال اغاني انه في هذه الجديه والرسانه واللحن الجميل والكلام الصادق النابع من ذات عم بحاكي فيه الشباب. فحبيت انه كيف بيفكر هذا الرجل. كات من كفه. فحبيت كيف بيفكر وحبيت راسه. كان اخذ وقت انه يعني انا قل له ايه انه والله بدي فوت معك بالكليب. شو دخلني انا فوت بكليب واشتغل بكليب؟ مش طبيعتي، ماني ضد. كل واحد له مهنته، انا اسلوبي مختلف. بس بعدين وقت اللي شرح لي هو فادي حداد وقالوا لي الفكره هيك وكذا وغيره، نبيل كمان كان قاعد وبيتدخل بهذا الموضوع. فحكينا حول الفكره وحول الموضوع، فشفت انه تستحق هذا الامر ان اخش المغامره دي. مغامره بمعنى انه انا يعني اول مره بفوت فيها.